موقف سريع مع علاء ولي الدين، لان طبعا دي كانت اوه نقطة طبعا فارقة طبعا في طبعا، حياتك، والفيلم كان ده جميل استاذ وهو كان جميل. استاذ علاء ولي الدين طبعا، ده يعني كان اول أفضل آية فيلم من آيات الوسط الفني. انا مش طبعا. يعني رحمة الله عليه طبعا، هو طفل جدا وحنين جدا وطيب جدا، وكل كلماته فيها يعني فيها ذكر كده، يعني ما شاء الله باذن الله ربنا، كان الله. كلامه جميل كده. كنت انا لسه بعمل التيست في مع استاذ شريف عرفه طبعا، استاذنا البرنس بتاعنا يعني. فالمهم كانوا بيعملوا تيست على الصوت، على الصرخه اللي سمعتوها وحاجات حاجات كده، فهو جري في حاجات كده، انت عارفين ده دمه الخفيف. فالمهم شافني اول مره يقابلني، ايه انت اللي عامل الصوت ده كله؟ قال لي لا كده هتبقى تمام ومش عارف تروح مهرج. فهو حد جميل، وعلى المستوى الشخصي حنين قوي حقيقي. ويعني طيب، يعني ربنا يرحمه يعني ان شاء الله يعني خير. الله الله يرحمه. يرحمه. الله يرحمه. انا سمعنا بكتب الموضوع ده. انا بص حضرتك، انا كتبت مهرجان يعني، بس انا ما بكتبش مهرجانات اللي هي لا، انا بكتب حاجه، انا كقلت عامل حاجه من خلال، كنت انا بقول افيه اسمه، بقول ورد الوردوش في فيلم، عملت قلته في فيلمين، فيلم البرنسيسة وقلته في فيلم البرنسيسة، وقلته في فيلم انا قلته في فيلمين، في البرنسيسة وش سجون، ورد الوردوجي. ورد الوردوجي كلمة بيقولوها الجماعة المساجين، انا جبت حد وقلت له احنا كنا بنعمل وش سجون، فقلت له المساجين بيتكلموا ازاي، فاهم ازاي؟ فقال لي لا، كانوا بيقولوا صبح صبح زمان، دلوقتي بيقولوا ورد الوردوش، فزميله يقول له وردوش الورد عليك. وردوش الورد عليه. فالمهم انا قلتها كافيه، فحبيت ان انا اعملها مهرجان بس بطريقه هادفه شويه، فاقولها لك يعني. لا طبعا، يا سلام، ده حلو هي جدا. بتقول ورد الوردوش يا عم، وردوش الورد يا عم، اسمع مني يا صاحبي هقول لك انت زميلي ومش راح اضلك، اسمع مني يا صاحبي هقول لك انت زميلي ومش راح اضلك، جارتك ماشيه قدامك وبتسمع سم كلامك، بتعاكس كده بفظاظه وعامل لي رشدي اباظه، قام جالك واد عنتيل حبسجي وقتل له قتيل، يعوج وشه ويقول لك انا العبد الذي خبرت به، يديك قفاين وبنيه وامك تستنجد بيا، وانا عم الاستلواح الاستلواح سر النجاح، وهدور على السلاح وهخش انا مرتاح، واولى وهم وراح مفتيري على الضعيف، في الاذى انت حريف والناس بتقول يا لطيف، تقولش انك اشكيف، قام جالك واد عنتيل حبسجي وقتل له قتيل، يعوج وشه ويقول لك انا العبد الذي خبرت به المره اللي فاتت، يديك قفاين وبنيه وامك تستنجد بيا، وانا عم الاستلواح الاستلواح سر النجاح، وهدور على السلاح وهخش انام وارتاح، متأنتك كل خميس تقولش رايح باريس، وبتنزل على الكباري عامل فيه الابوني، بتعاكس في الاموره وتبلطك في الفاتوره، الدفع انت مش عايز ويتكسر في الازاز، قام جالك واد عنتيل حبسجي وقتل له قتيل، يعوج وشه ويقول لك انا العبد الذي خبرت به، يديك قفاين وبنيه وامك تستنجد بيا، وانا عم الاستلواح الاستلواح سر النجاح، وهدور على السيله واخش انام وارتاح، اخرتها يا صاحبي سجون هونها يا رب تهون، والنوم على شبر وقبضه والغلطه يا ابويا بنفضه، قام جالك واد عنتيل حبسجي وقتل له قتيل، يعوج وشه ويقول لك الزم يا زميلي، يديك قفاين وبنيه انت تستنجد بيا، اتبهدل وانا عم خالص. الاستلواح وانا عم الاستلواح، الفيناله حلوه، وانا عم الاستلواح اخرتها يا صاحبي سجون هونها يا رب تقام، وانا عم الاستلواح، وهكلم العنتيل ينفضك صبح وليل، علشان ادبك قليل بوظت سمعه جيل، المصري رجوله اصيل، مش دي يا شباب النيل، مش دي يا شباب النيل. حلو قوي.